والسرور. الله يعطيك العافية ويبارك فيك، وكل عام وانت بخير يا رب. أهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير. احنا إذاعة، الله يحفظكم ويبارك فيكم. الله يخليك أستاذي خلود. يعني هذه التصريحات التي وردت على لسان وزير التربية والتعليم التركي سيد ضياء سجو يتحدث فيها بأنه التعليم سيستمر حتى 2/7، يعني العطلة الصيفية بعد ذلك ما في إجازات، وجها لوجه بالصيف حيكون. شو الأسباب؟ يعني ماذا يحدث حتى ظهرت هذه التصريحات؟ أخي الكريم، قرار الدوام ل 2/7 تقريبا من حوالي أسبوعين قبل هذا القرار أو أكثر قليلا. تمام. لكن الشيء الجديد اللي صرحوا عنه بالساعات الماضية إنه هن أفصلوا العطلة اللي هي بمنتصف الفصل. نحن مثل ما شفنا في السنة الأخيرة، السنة الماضية تركيا صدرت قرار بالنسبة لدوام المدارس إنه يكون في 3 عطل في السنة الدراسية. صحيح. العطلة الأولى مدتها أسبوع بالفصل الدراسي الأول، والعطلة الثانية مدتها 3 أسابيع أو أسبوعين كانت بين الفصل الأول والفصل الثاني. تمام. والعطلة الثالثة مدتها أيضا أسبوع بالفصل الدراسي الثاني. طيب، هذا الكلام أو هذا القرار بدأ العمل فيه من العام الماضي واللي قبله. جميل. هاي السنة بسبب الظروف الكورونا اللي احنا شايفينها اللي عم تخلي القرارات تكون متغيرة جدا وباللحظة الأخيرة، لأن هن محطين صراحة بحسب يعني نسبة الوباء، ارتفاع الإصابات، ارتفاع المرض، عم تكون القرارات متلائمة مع هذا الأمر. فلذلك الشيء الجديد اللي طلع إن العطلة بالفصل الدراسي الثاني رح تلتغى، أما بخصوص تمديد الدوام لاثنين تموز فهذا صدر بالفترة الماضية، لأن تركيا كانت تنهي دوامها بنصف حزيران، لكن لما قرروا هذه العطل أضافوا هي أيام العطل هي حطوها بآخر السنة الدراسية ومدة الدوام، وأيضا أضافوها بأول السنة الدراسية وبكروا الدوام. فلهيك نحن صرنا نشوف انه دوام المدارس التركية بيمتد اسبوع او 10 أيام عن السنوات السابقة. طيب استاذ خلود، الجديد انه هو اطال هي العطلة. طيب استاذ خلود، يعني بس حتى نحن نكون الافكار بالنسبة للسادة المتابعين متسلسلة، الان في امتحانات سوف ياخذوها الطلاب، يعني هالاسبوع هذه امتحانات تعتبر امتحانات ماذا؟ الفصل الدراسي الثاني، تعتبر امتحانات تقويم، ماذا تعتبر؟ هي امتحانات الأولى بالفصل الدراسي الثاني. جميل. لأن بكل فصل في امتحانين. تمام. فهي الامتحانات اللي هيخوضوها الآن هي امتحانات الأولى بالفصل الدراسي الثاني. طيب، والامتحانات الثانية متى ستكون؟ لم يصدر فيها أي قرار. لأنه هناك تخوف لدى أولياء الأمور بأنه إذا مثلا صدرت الامتحانات النهائية لنقل بشهر 6 مثلا، طيب بعد ما الطلاب عملوا امتحانات شو راح يعملوا بعد شهر 7 لحد شهر 7؟ يعني الواضح أستاذي الكريم أنه الحكومة التركية متوجهة مثل ما حكينا سابقا أنه في المرحلة المدرسية كلياتها لكل الصفوف أنه يكون في امتحان الطالب عم يعمله وجها لوجه. طيب. لن يكون امتحانات أونلاين في المدارس نهائيا، ما عند الحكومة هذا التوجه نهائيا. من الليجسي إلى الصفوف الانتقالية كلها رح تجيبها تعمل لهم امتحانات. فهني حريصين الآن أن يعملوا امتحان واحد على الأقل في الفصل الدراسي الأول، امتحان واحد على الأقل في الفصل الدراسي الثاني. نعم. حتى إذا لا قدر الله تحسبا صار في انتشار كثير كبير واضطروا أن يوقفوا دوام الطلاب نهائيا، يوقفوا لكل الصفوف، يكون في علامة للطالب، يكون مرجعية لتحديد مستوى وترفيعه في العام القادم بناء عليها، تماما مثل ما عملوا العام الماضي. جميل جدا. طيب إذا المدارس سوف تنتهي ب2/7 كما صرح وزير التربية والتعليم، وتبدأ إجازة صيفية من بعد ذلك الوقت. نعم. طيب إجازة صيفية. تفضل. نعم. إجازة صيفية هنا صرحوا أيضا أنه حيكون فيها مثل ما ذكرت حضرتكم في الخبر، حيكون فيها أيضا التعليم وجها لوجه في تقوية اللغة التركية. الحكومة التركية راح تراعي أن الطلاب فات عليهم يعني كم جيد من الدروس، وفات عليهم يعني
خاصة في صفوف الإعدادية اللي ما راحوا على المدرسة، فهنا يبدو أنه هم متجهين بخطوة ترميم الدروس والأشياء اللي فاتتهم من خلال العطلة الصيفية، من خلال قبل الدوام المدرسي. لذلك هن صرحوا في حال الطلاب ما قدروا يجوا على المدارس للتقوية في الصيف رح تستمر عملية التعليم أونلاين مرافقة لوجها لوجه. إذن يعني نحن مقبلين على عام دراسي مستمر حقيقة، ربما إلى بداية العام الدراسي المقبل بعد 2/7 دروس تقوية وجها لوجه أيضا. صحيح تماما. طيب جميل جدا. هل هناك أي قرارات أخرى صدرت من وزارة التربية والتعليم أستاذة خلود تودي؟ إلى الآن لم يصدر أي شيء. جميل جدا، أشكرك شكرا جزيلا أستاذة خلود الحلبي مدير عام مؤسسة فصيح للتعليم عن بعد على هذا التوضيح، حياك الله. يا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيكم أستاذ بلال. الله يعطيك العافية، هلا ومرحبا.